طيب السؤال التاني بقى بيقول اثبت ان الفولوينج ترانسفورميشنز ار نوت كوميوتيتيف، كده عكس السؤال اللي فات. طيب بيقول لي مثلا الروتيشن والترانسليشن، طيب خلينا برضو نتكلم في ال 2 دي. طبعا لو اثبتنا ان هم نوت كوميوتيتيف في ال 2 دي فاحنا اثبتنا، يعني لو طلعنا حاله واحده بس هم فيها مش كوميوتيتيف يبقى احنا اثبتنا ان هم مش كوميوتيتيف يعني. طيب في ال 2 دي تعال نشوف الروتيشن ماتريكس هتكون مثلا، نقول الروتيشن ماتريكس عباره عن اثنين فيكتورز، نقول مثلا ار 1 ار 2 ار 3 ار 4. في معلومه مهمه جدا في الروتيشن ماتريكس ان الفيكتور ده هيكون يونت فيكتور، ان لو احنا فاكرين لو عندي حاجه عامله كده مثلا كنت بقول ان انا عشان اروتيت مثلا حوالين، عايز اروتيت سيتا حوالين في الاتجاه ده يعني كده، كنت بقول ان انا بشوف الاي هيروح فين، فالاي هيبقى كان هو يونت فيكتور، لو الاي فيكتور كان هنا هيروح هنا فهيبقى هنا الزاويه دي سيتا، فهلاقي ان انا بحط هنا مين؟ بحط هنا كوزاين ثيتا اللي هي الكومبوننت بتاع الفيكتور ده في الاكس كوزاين ثيتا، وبحط الكومبوننت بتاع ده في الواي هنا اللي هي ساين ثيتا، صح؟ فكده كنت بشوف الاي بيروح فين هيبقى كده، وبعدين بشوف برضو الجي بيروح فين لما روتيت بثيتا، فهلاقي ان الجي بقى كده فدي ثيتا، فده اللي هو نيجاتيف ساين ثيتا هنا، وهنا ده هيبقى كوزاين ثيتا، صح؟ تمام. كان ده قد كده، لو حد مش فاكر ده يراجع اللي احنا اتكلمنا عنه في ازاي نجيب ترانسفورميشن ماتريسيز يعني في فيديوهات الكمبيوتر جرافيكس. طيب او في فيديوهات الويب جي ال. فالفكره ان دايما 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 بيكون ده يونت فيكتور وده يونت فيكتور، ده كده الاكس راح فين وده الواي راح فين، ماشي، ولو عندي زد هيبقى زد راح فين وهكذا يعني، فدايما دول يونت فيكتورز. دي معلومه هنستفيد بيها بعدين يعني. طيب المهم ان انا عايز اثبت ان الروتيشن والترانسليشن مش كوميوتيف، تعال نشوف نحط ترانسليشن ماتريكس. طبعا في حاله ان انا عندي ترانسليشن فانا مضطر احط هوموجينيوس كوردينيت، ولو انا في 2 دي فالهوموجينيوس كوردينيت هيبقى الثالث يعني، فهلاقي ان الروتيشن بتاعي بقى محتاج احط هنا 0 هنا 0 هنا 1 وهنا 0 0، فدي كده 2 دي روتيشن ماتريكس بس وانا حاطط الهوموجينيوس كوردينيت معايا يعني. طيب فدي كده الروتيشن، الترانسليشن هيبقى 0 1 ولا ايه؟ لا هيبقى 1 0 تي اكس 0 1 تي واي وهنا 0 0 1، ماشي. فدي كده الترانسليشن ماتريكس في ال 2 دي، اول كولوم هيبقى 1 في ده بلس 0 في ده بلس 0 ده، فهدين اول كولوم عباره عن ار 1 ار 2 0، تاني كولوم في الماتريكس هيبقى 0 في ده بلس 1 في تاني كولوم، هدين هنا ار 3 ار 4 0، وتالت كولوم هيبقى حسبه طويله اللي هي عباره عن تي اكس في ار 1 ار 2 0 بلس تي واي في ار 3 ار 4 0 بلس 0 0 1، فده اللي هو عباره عن كولوم كده فيه هنا تي اكس ار 1 بلس تي واي ار 3 بلس 0، هنا هيبقى تي اكس ار 2 بلس تي واي ار 4 وهنا هيبقى 0 0، لا اسف ده 0 بلس 0 بلس 1 يبقى هنا 1 يعني، فده تالت كولوم اللي هو عباره عن تي اكس ار 1 بلس تي واي ار 3 هنا هيبقى تي اكس ار 2 بلس تي واي ار 4 وهنا 1، تمام. طيب فين النتيجه الاولانيه؟ النتيجه عشان نثبت ان هو مش كوميوتيف اضربهم بالعكس واشوف اللي هيطلع، فانا لو عملت كده هلاقي ان انا عندي 1 0 0 0 1 0 تي اكس تي واي 1، دي كده اضربها في ار 1 ار 3 0 ار 2 ار 4 0 هنا 0 0 1 واضرب، هلاقي ان انا عندي اول كولوم هنا هيبقى ار 1 في ده بلس ار 2 في ده، فهديني هنا ار 1 ار 2 و 0، تاني كولوم هيبقى ار 3 في ده بلس ار 4 في ده، هيديني هنا ار 3 ار 4 0، تالت كولوم هيبقى 0 في ده
بلس 0 في ده بلس 1 في ده، فهيديني هنا تي اكس تي واي 1. فالماتريكس دي اي نعم الحته دي زي ما هي، الحته دي زي ما هي بالظبط، بس الحته الاخيره مش نفس الحته الاخيره هنا. يبقى اذا الماتريكس دي مش هي نفس الماتريكس دي، وبالتالي الروتيشن بعد الترانسليشن مش هو الترانسليشن بعد الروتيشن. الكلام ده برضه منطقي، احنا قلناها في فيديوهات الاوبن جي ال لما قلنا انا عندي حاجه زي كده. لو عندي مربع اهو، لو عملت له روتيشن وبعدين ترانسليشن، هعمل له الاول حاجه عامله كده، هعمل له روتيشن كده، هيبقى كده مثلا، او يعني هيبقى كده يعني حاجه شبه كده يعني، وبعدين ترانسليشن مثلا في الاكس هيبقى عامل كده. فده لو عملت روتيشن بعدين ترانسليشن. اذا انا لو عملت العكس، لو انا عملت ترانسليشن وبعدين روتيشن، خد بالك انا دايما بروتيت من هنا، يا بروتيت حوالين الفيكتور ده كده، فانا كده عملت روتيشن من الاوريجن لحد كل بوينت ولفيت كده. لو عملت الاول ترانسليشن هيبقى عامل كده، وبعدين هروتيت، فانا بروتيت حوالين الاوريجن ده، فهلاقي ان انا بروتيت الكيوب كله هيلف كده معايا، هيلف كده، هيبقى حاجه عامله شبه ده بس هتبقى عامله كده يعني في مكان تاني اصلا. فهلاقي ان ده حاجه وده حاجه تانيه خالص، روتيشن بعدين ترانسليشن، غير ترانسليشن بعدين روتيشن. طيب فده كده كان اول سؤال. طب تاني سؤال بنفس الطريقة، عندي ترانسليشن وعندي سكيلينج، فأنا عندي برضو الترانسليشن اللي هي 1 0 تي اكس 0 1 تي واي 0 0 1، وبعدين عندي سكيلينج وهو مش قايل يونيفورم سكيلينج، فهو يقصد جنرال سكيلينج اللي هو سي 1 سي اس 1 اس 2 وهنا 1، لأن أنا طبعا ده الهوموجينيوس كوردينيت، ده في ال 2 دي مش في ال 3 دي، فهنا 0 0 0 0 0 0. طيب برضه زي ما عملنا فوق هنا، نقعد نجرب بقى كده ونضرب دول في بعض هيطلع نتيجه، بعدين نعكسهم ونشوف هيطلع نتيجه ثانيه، وهلاقي ان هم مش بيساووا بعض، فهو الموضوع في الاخر شويه رياضه يعني، وبرضه ده منطقي. ليه؟ تعال نشوف، نحاول نفهم ده كشكل زي ده برضه كده. انا عندي هنا كان عندي مربع ماشي، خد بالك برضو السكيلينج يعني ايه السكيلينج؟ يعني بجيب الفيكتور من الاوريجن لحد نقطه واعمل له سكيلينج. طيب كان عندي مربع وهنا عملت له نون يونيفورم سكيلينج، خد بالك لازم يكون نون يونيفورم برضو. طيب او اظن حتى هنا لو يونيفورم ممكن اجربها يعني، في الروتيشن لازم يكون نون يونيفورم، بس هنا الفكره ان في الترانسليشن لازم يكون عندي هوموجينيوس كوردينت، وبالتالي اصلا حتى لو ده يونيفورم مش هقدر اخد الاس عامل مشترك، لان في الاخر الاس مش عامل مشترك من الواحد اللي تحت ده. فاحنا ممكن نشوف، تعال نحاول نشوف هنا، تعال نحاول نشوف بالانتويشن كده اليونيفورم سكيلينج هيفرق ولا لا. طيب الاول هعمل سكيلينج وبعدين هعمل ترانسليشن في اتجاه الاكس مثلا، فهلاقي ان انا عملت كده كده، هعمل يونيفورم سكيلينج عشان اشوف بس هتفرق ولا مش هتفرق زي كده اهو، انا كده ضربته مثلا في 2، وبعدين هعمل ترانسليشن في اتجاه الاكس، فهيبقى مثلا لحد النقطه دي هيبقى هنا كده، فدي هي النتيجه الاولانيه. طب النتيجة التانية، خد بالك كده كده عملت ترانسليشن من المقدار ده كله. طيب النتيجة التانية ان انا الاول هعمل ترانسليشن بالمقدار ده من الاوريجن ده للاوريجن ده، تعالى نعمل بلون تاني لون احمر مثلا، فانا او لون اصفر، فانا كنت هنا هروح هنا برضو، فانا بقيت عامل كده. طيب انا كنت عملت سكيلينج لكل الفيكتورز باتنين، فانا عندي مثلا الفيكتور ده دلوقتي، الفيكتور ده كده، ده كده اول فيكتور بالنسبه للمربع ده صح؟ عايز اضربه في 2 فيبقى فين؟ هيبقى هنا، يعني هيتضرب في 2 فيبقى كده، هيبقى هنا. الفيكتور ده عايز يتضرب في 2 فهيبقى هيتضرب في 2 هيبقى هنا فوق ده بالظبط طبعا. وبعدين هلاقي الاثنين دول نفس الكلام هيضربوا في 2 اللي هو الفيكتور ده والفيكتور ده، هلاقي ان انا بقى عندي مربع تاني هنا كبير برضو، الشاشه خلصت بس هيبقى مربع كبير كده بس، مربع شبه ده اظن المفروض يكون نفس السايز، انا بس السكيلينج بتاعي مش مظبوط قوي، بس هيكون مربع شبه ده كده في السايز، ولكن مش نفس المكان زي ما احنا شايفين، يعني في الاخر ده مش هو ده، الابيض الكبير مش هو الاصفر الكبير، وهيكون اظن هيكون قده، هيكون نفس الدايمنشنز يعني، ممكن اكبر نفس الدايمنشنز، غالبا هيكون نفس الدايمنشنز لان الفرق بين النقط واحد يعني، هيبقى حاجه عامله كده شبه ده بالظبط بس بعيد عنه. يبقى احنا كده اثبتنا بالانتويشن ان الترانسليشن بعدين يونيفورم سكيلينج مش هو اليونيفورم سكيلينج بعدين ترانسليشن، وده مفهوم الماتريكس برضو ان انا مش هقدر اخد عامل مشترك، وبالتالي مش هكون ايدنتيتي، وبالتالي مش هقدر ابدلها زي ما عملت في الفيديو اللي فات في اليونيفورم روتيشن. طيب
نفس الطريقة بقى لو عندي روتيشن وسكيلينج، وهو هنا بقى مش قايل يونيفورم سكيلينج فده جنرال سكيلينج، برضه هنجيب الماتريسيز ونضربهم في بعض، هنلاقي ان انا مش هقدر اخد الاس عامل مشترك لان هي مش نفس الاس زي الفيديو اللي فات، وبالتالي هيكون برضه مش نفس النتيجة، وممكن نحاول برضه نبروفها بالانتويشن كده. هنا برضه عندي اهو شيء ما هنا كده، عندي المربع الطبيعي بتاعنا وعايز اعمل روتيشن وبعدين نون يونيفورم سكيلينج. طيب الاول هعمل روتيشن، خلي اسم مربع الاول، هعمل روتيشن هيبقى حاجة عاملة كده، مثلا يعني ماشي، وبعدين نون يونيفورم سكيلينج عايز اكبره في الاكس مقدار 10 وفي الواي بمقدار 1 مثلا، فهلاقي ان مثلا يعني زي ما هو في الواي، فهلاقي ان هيطلع لي حاجة عاملة كده مثلا، يعني مجرد مثال كده تبقى حاجة عاملة كده. انا كده عملت روتيشن وبعدين نون يونيفورم سكيلينج. طب لو عملت نون يونيفورم سكيلينج وبعدين روتيشن، هحط الاول ده هيزيد 10 في اتجاه الاكس، هلاقي يعني بالاحمر كده، هلاقي ان انا عندي ده كده هيكبر، هيبقى فين؟ او خليني اختار حاجة ابسط شوية بدل ما انا اعمل روتيشن كده، خليني اعمل روتيشن 90 درجة مثلا. الاول هعمل روتيشن ب 90 درجه وبعدين هعمل نون يونيفورم سكيلينج، فده روتيشن ب 90 درجه هيبقى زي ما هو، انه في الاخر مربع فمش هيفرق. طيب بعد كده هعمل نون يونيفورم سكيلينج، هزود اكبر الاكس قوي واسيب الواي زي ما هو، فهلاقي ان انا هيبقى عندي حاجه زي كده هيكبر في الاكس بس، يعني حاجه عامله كده. ده في حاله ان انا عملت نون روتيشن وبعدين نون يونيفورم سكيلينج. ولو عملت العكس، عملت نون يونيفورم سكيلينج وبعدين روتيشن، هلاقي ان ده بقى عامل كده اهو، يعني هلاقي ان انا هسكيل ده الاول هيبقى حاجه عامله كده اللي هو شبه منطبق على ده، بعدين هعمل روتيشن 90 درجه هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عامل كده. ده كان مثال اوضح من ال 45 درجه بتاعت المره اللي فاتت يعني، صح؟ فواضح ان ده مش هو ده، فاذا برضو الروتيشن والنون يونيفورم سكيل مش نفس الحاجه، ولو عملت الماتريشيز هيطلع النتيجه دي مظبوطه يعني. تمام، طيب الفيديو كده خلص، وهنكمل الفيديو الجاي بالسؤالين دول.